يعني حاجة مليحة بالنسبة للمستهلك، المستهلك يقدرون يقتني المادة العسل اللي هي مادة أساسية مباشرة من النحال، وبالنسبة للنحال ثاني يسوق المنتوج تاعو مباشرة للمستهلك. المعرض الوطني هذا كان ملتقى للنحالين يتلاقوا فيه ويدوا خبرات من بعض ونطلعوا على انشغالات النحالين اللي احنا منهم، وان شاء الله نرفعوا انشغالاتنا للسلطات اللي رايحه تكفل بهم ان شاء الله. اليوم النحال اصبح ينتج في منتجات الوسائل اللي يخدم بهم بيديه، من بينها عندنا منظف تاع حبوب اللقاح، عندنا نخدموا لطراب بولين، حتى نخدموا تاع نويات التلقيح بالبوليستير وكذا، معناتها هذو منتجات اصبحنا اليوم رانا النحاله وتطور بدا يصبح في منتجات ويخدم فيهم بيديه.